أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة إكسترا نيوز. يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامج المبادرة، هذا البرنامج اليومي الذي يسلط الضوء على أعمال ونشاطات مبادرة حياة كريمة، المشروع القومي العملاق والضخم الذي يضاهي أكبر التجارب التنموية العالمية، مشروع يستهدف النهوض بحياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري في مختلف القطاعات الحيوية، مشروع يستهدف إعادة بناء المواطن المصري ضمن فلسفة واستراتيجية تنموية شاملة وضع أسسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعرف اختصارا باسم الجمهورية الجديدة. في حلقة اليوم سنتوقف عند محافظة الأقصر، وسنسلط الضوء حول آخر مؤشرات إنجاز مشروعات حياة كريمة هناك، وأيضا نروح لملامح الإنسانية الجديدة لمشروع حياة كريمة من خلال دعم كبير لإحدى الأسر بمحافظة قنا. وأيضا على مدار نصف ساعة سيكون مع حضراتكم الكثير من المشروعات في محافظات مختلفة، وأكون مع حضراتكم محمود السعيد في برنامج المبادرة اليوم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد كنا نتحدث مع حضراتكم دائما في مقدمات البرنامج أن مشروع حياة كريمة يستهدف دائما النهوض بمختلف جوانب حياة الإنسان في مصر، وهذا المشروع مشروع إنساني بالأساس. في السياق ذاته نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة تفاصيل ما قامت به لدعم إحدى الأسر بمحافظة قنا لكسب قوت يومها، وقالت إن تلبية لنداء أحد أهالينا في مركز فرشوط بمحافظة قنا والذي يعمل في مهنة الخردة، استطعنا في حياة كريمة أن نوفر له تروسيكل لدعمه في مصاريفه وإعانته على متطلبات حياته اليومية. ليس فقط كذلك، لكن أيضا تم بناء عند المؤسسة أيضا له بنت أو بنت سيتم تجهيزها عروسة، ويتم التجديد لها المنزل ومساعدتها في جهاز العروسة كما يقال. لنتعرف أكثر على هذه التفاصيل تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة نجوى الهواري، منسق ميداني بمؤسسة حياة كريمة في قنا. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتحدث الأول عن الأب وحكاية هذا المواطن والظروف التي دعت مؤسسة حياة كريمة للتواصل معه ومساعدته في كسب قوت يومه. بداية يا فندم، أنا خليني أشكر حضرتك في البداية والسي بي سي إكسترا على تغطيتها الواسعة لكل أنشطة مبادرة حياة كريمة. شكرا. في جميع ربع مصر وتحديدا في جنوب صعيد مصر، وده يمكن بيظهر للمواطن المصري بوجود الدولة المصرية لإحداث النقلة الاجتماعية الحقيقية اللي بتعملها لأهالينا في المناطق الريفية واللي كانت محرومة من تلك الخدمات في السنوات الماضية. بالنسبة للحالة اللي حضرتك بتتكلم عنها يا فندم، هي في الحقيقة إن إحنا في مؤسسة حياة كريمة بنتعرف على هذه الحالات أو بنلتقي بها من خلال عدة طرق، سواء من فريق العمل الميداني أثناء متابعتنا الميدانية للمشروعات أو أثناء تنفيذنا لبعض المبادرات في المحافظة وفي القرى، بنتقابل مع أهالينا وبيقدموا لنا طلباتهم وبيتم دراسة هذه الطلبات، أو من خلال المتطوعين الميدانيين المنتشرين في جميع القرى، أو من خلال الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة. طبعا تم التواصل مع هذه الحالة للسيد المواطن المقيم بمركز فرشوط بمحافظة قنا، ومن خلال الفحص الميداني لمؤسسة حياة كريمة والزيارة الميدانية اللي عملتها له، عرفنا انه بيشتغل في مهنة الخردة القديمة اللي بيجمعها من القرى من الشوارع، وكان بس له طلب وحيد وهو انه يحتاج تروسيكل يساعده في العمل ويساعده طبعا في دعم نفقته على متطلبات الحياة والمعيشة اللي بيحصل. طيب فنزلنا ميدانيا وتابعنا الحالة وقامت مؤسسة بالدعم اللازم. طيب عايز اسال حضرتك في نقطتين يا دكتور بعد اذنك.
الحاجة الأولى، إحنا لما لاحظنا أن الخبر لما كان نازل ما كانش تم ذكر اسم المواطن، فده هل هو المعتاد؟ وحاجة تانية من الحاجات اللي عايز أسأل حضرتك عليها، دراسة الحالة دائما. إحنا بنسأل دائما المنسقين، سواء منسقين ميدانيين أو منسقين عام في المحافظات، عن فكرة اختيار هذه الحالات، إزاي بيتم اختيارها وفحصها وإنها تبقى جديرة بالمساعدة. في النقطة الأولانية اللي بتسأل عنها هي الاسم. أولا يا فندم، إحنا ده مبدأ إنساني عام إن المؤسسة ما تنشرش البيانات الشخصية للسادة المواطنين أو الحالات اللي بيتم التواصل معاها، لكن طبعا بيتم رصد فرحة المواطن أثناء تلقي هذا الدعم. حاجة محترمة جدا طبعا. ده مبدأ إنساني عام للمؤسسة ماشية عليه طبعا، وده يعني حد يعني بنحترم فيه الإنسان المصري بصفة عامة وأهالينا، وده حقهم علينا. النقطة الثانية يا فندم، التواصل مع الحالات اللي حضرتك بتتكلم عنها، هو احنا بنرصد جميع الحالات والطلبات اللي بتوصل لنا، طبعا بنتأكد من مدى الاستحقاق لكل حالة من خلال الدراسة الميدانية والفحص اللي على أرض الواقع بيتم من خلال المنسقين الميدانيين في القرى والمحافظات والمراكز. يعني بنعمل فحص شامل، بنوصل لكل البيانات المطلوبة، بنشوف حالة المنزل، عدد أفراد الأسرة، دخل الأسرة، وبيتم عمل ملف كامل للأسرة بياناتها كاملة عندنا، وبعدين بيتم تدخل المطلوب حسب ما هو تأمل له المؤسسة أو بيتم. طيب دكتور، برضو هو لم يتوقف عن مساعدة هذا الأب. احنا برضو قلنا في المقدمة انه كان في بنت كانت على وش جواز زي ما بيقال يعني، وتم مساعدتها بجهازها. لو حضرتك برضو تدينا معلومات ازاي بيتم مساعدة يعني تجهيز العروسة بشكل عام، وفي الحالة دي بشكل خاص ايه اللي بيتقدم في الجهاز، ولم يعني ما بيقفش هذا الموضوع عن مساعدة بس الراجل في انه تروسيكل وما الى ذلك، لكن استكملت المساعدة لمساعدة ابنه في بنته في جهازها. زي ما ذكرت لحضرتك ان احنا في مؤسسه حياه كريمه وفرق العمل الميدانيه، لما توصل لنا طلب لهذه الحالات ما بيتمش فقط دراسه الطلب المطلوب فقط، لكن احنا بنعمل فحص شامل ودراسه كامله للحاله، وبالتالي ممكن توصل نعرف بيانات وتدخلات انسانيه اضافيه بتقوم بها المؤسسه، وده اللي حصل مع المواطن المذكور في مركز فرشوط بمحافظه سنة. اثناء الفحص الحاله عرفنا كمان انه معاه بيعول 7 افراد، منهم بنت عروسه، فالمؤسسه ما وفرتش بس التروسيكل اللي هو عايزه، لكن كمان من خلال الفحص الميداني ومعرفتنا انه عنده عروسه بنته وبيحاول يجهزها لان هي فرحها قريب، فاحنا وفرنا له كل الاجهزه المطلوبه في جهازها. قامت المؤسسه بتوفير ثلاجه وغساله وبوتاجاز ومفروشات، واحنا بنعرض الصور وحضرتك بتشرحي لنا او بتقولي لنا ايه هو الجهاز اللي بيتم. طب اتفضلي. تمام يا فندم. ومجموعه اخرى من التجهيزات المختلفه طبعا اللي بتحتاجها العروسه في المطبخ وغيره، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق باذن الله وربنا يتم لها خير. بس بنؤكد ان دي التجهيزات الاساسيه، يعني عشان برضو احنا ده جزء هام بنناقشه في كل برامجنا وفي كل مواضيعنا، عدم المغالاة في فكرة الجهاز. احنا بنأكد انه حتى ولو كانت المساعدة بيتم التجهيز الاساسي، ما تحتاجه العروسة اساسية. بالظبط بالظبط يا فندم، احنا بنقدم الجهاز الاساسي اللي بتحتاجه العروسة بشكل رئيسي في شقتها زي ما بقول كده. طيب انا بقى عايز برضو استغل، لان بيبقى في مواطنين بيسمعونا سواء بقى في الصعيد في قنا في محافظات كتيرة، عن فكرة الحالات الانسانية ما بيقفش دايما. وانا انا في كل مداخلة حتى لو اللي متابع برنامج المبادرة، احنا دايما بنسأل السؤال ده. احنا مش بس البنية التحتية ودي حاجة اساسية، دخول الغاز الكهرباء تحلية المياه محطات المعالجة وما الى ذلك، لكن الحالات الانسانية كثيرة. لو برضو بشكل عام في محافظة قنا، ليس فقط في الحالات الفردية دكتور، أنا أقصد طرق الأبواب، الجلسات التوعوية، لو حد بيحتاج جلسات معينة أو دراسات معينة، إيه اللي بيتم بشكل عام من الناحية الاجتماعية والإنسانية؟ طبعا يا فندم، في مؤسسة حياة كريمة الهدف الرئيسي ليها هو التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية. وده مش هيحصل غير لما هنعمل إحداث تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة في كل القطاعات. طبعا القطاعات اللي بنشتغل عليها وظاهرة لينا بشكل عام هي القطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والري وغيرها. لكن من أهم المحاور اللي بتشتغل عليها المؤسسة، ويمكن ده يعني زاد كتير الفترة الأخيرة في مواجهة غلاء الأسعار الموجة الأخيرة، هو محور التدخلات الإنسانية والاجتماعية والتنمية الإنسانية. وده لأن المؤسسة يا فندم الهدف الرئيسي منها هو إحداث تدخل إنساني تحفظ فيه كرامة الإنسان المصري وحقه في العيش الكريم، باعتبار إنه ده حق أصيل يكفله للدستور والقانون.
خلال الفترة اللي فاتت يا فندم احنا وصلنا لعدد من الحالات المختلفة الإنسانية اللي تم التدخل ليها زي حالة المواطن المذكور في مركز فرشوط. كمان المؤسسة خلال الفترة اللي فاتت نفذت سلسلة من الإجراءات الحماية المجتمعية المختلفة زي سلسلة إجراءات مبادرة وصل الخير اللي نفذناها بداية من شهر رمضان المبارك، وزعنا فيها أكثر من 1,200,000 صندوق مواد غذائية للمواطنين، ساعدتهم في غلاء الأسعار الأخير، في طبعا غلاء الأسعار الحالة العالمية اللي واجهت مصر واجهتنا مش بس مصر طبعا، وقدرنا نوزع في محافظتنا أكثر من 65,000 صندوق مواد غذائية لكل مراكز المحافظة بكل قراها، مش بس المراكز أو القرى المنضمة لمبادرة حياة كريمة في هذه المرحلة ولكن لجميع قرى المحافظة. طبعا في سلسله كثيره جدا من اجراءات الحمايه، مبادره وصل الخير مكمله معانا لغايه شهر ديسمبر ان شاء الله طبعا طبقا لتوجيهات سياده الرئيس، وقدرنا ننفذها ثاني خلال عيد الاضحى المبارك وان شاء الله مكمله معانا، وكل الطلبات او كل الحالات اللي بتوصل لنا في مؤسسه حياه كريمه من خلال الفرق العمل الميداني بيتم توصيلها ودراستها، ونتمنى ان شاء الله ما نسيبش حاله معينه الا وتم توفير كل الدعم اللازم. طبعا احنا بنحاول دايما ان احنا نكون مع حضراتكم في برنامج المبادره ان احنا نحاول نرصد كل هذه الجهود. طيب بشكل عام بقى انا عارف ان حضرتك من الناحيه الميدانيه المستهدف بقى من الناحيه سواء البنيه التحتيه مراكز الشباب، حضرتك ذكرتي ده في مقدمه السؤال ان احنا ما بنقفش عندها، لكن عايزين نطمن عليه بشكل عام في إنا وصلنا في مين في المشروعات اللي داخله ضمن المرحله الاولى. في محافظه إنا تحديدا يا فندم احنا شغالين في المرحله الاولى على 19 مجمع قروي بيضم 38 قريه ب 69 نجع وتابع. مراكز المحافظه المرحله اللي احنا شغالين عليها الحاليه هم خمس مراكز رئيسيه، مركز ابو تشت باجمالي 33 قريه، مركز فرشوط باجمالي 9 قرى، ومركز دشنا باجمالي 17 قريه، ومركز الوقت بثلاث قرى، ومركز قوس 26 قريه. طبعا هنبدا في مركز نجع حمادي ومركز انا خلال المرحله الثانيه اللي هيتم فيها البدء قريبا باذن الله. المشروعات اللي بتتم في المرحله الاولى بتستهدف كل القطاعات الخدميه من مشروعات بنيه تحتيه وصرف صحي وميه وكهرباء وغاز وانترنت، وقطاع الصحي طبعا من بناء مجمعات طبيه ورفع وكفاءه الوحدات الصحيه الموجوده، مشروعات خاصه بالتعليم اللي تم انتهاء نسب تنفيذ فيها عاليه جدا، تقريبا وصلنا لنسب تنفيذ 100% في كافه المدارس، وتم تسليمها بالفعل لعدد الهيئه الامنيه التعليميه وتم الدراسه فيها هذا العام، ومشروعات الشباب والرياضه ومراكز الرياضه واعاده رفع وكفاءه المباني الاداريه لمراكز الشباب والرياضه وعمل نجيله في الملاعب وتوفير هذه البيئه الصحيه الرياضيه لابنائنا في الريف. المشروعات كلها دي فندم وصلت نسب تنفيذ فيها عاليه جدا طبعا لان احنا على وشك الانتهاء من هذه المرحله، وبيستفيد منها تقريبا حوالي 1.5 مليون مواطن ثنائي باستثمارات اكثر من 31 مليار جنيه. كل التوفيق طبعا يا دكتور على كل هذه المجهودات في محافظة إنا. الدكتورة نجوى الهواري منسق ميداني بمؤسسة حياة كريمة في قنا، شكرا جزيلا لحضرتك. وزي ما احنا بنقول دايما بنتكلم عن الصعيد والاهتمام بالصعيد، ولو احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن إنا برضو امبارح تطرقنا لموضوع خاص بالأقصر ومؤشرات الإنجاز والعمل بمشروعات حياة كريمة في المحافظة، واستعرضنا كمان مع حضراتكم خبر لكن كان في حاجة أكثر للوقوف عن تفاصيل ما يجري هناك سواء المشروعات اللي بتقوم بها المبادرة وما تم إنجازه لخدمة أهالينا في مركز إسنا ومركز أرمنت. هي حاليا في مرحلة التشطيبات النهائية لأكثر من مشروع، خلينا بقى نتعرف على التفاصيل أكثر من خلال الأستاذ محمود صادق منسق حياة كريمة بمحافظة الأقصر. بنرحب بحضرتك يا أستاذ محمود. أستاذ محمود. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير بحضرتك وبنرحب بحضرتك. وكنا بنتكلم سواء امبارح اتكلمنا عن ده والاسبوع اللي فات ايضا كان بعض المشروعات الخاصه بمحافظه الاقصر، وبنتكلم قد ايه المحافظات الصعيد بقت تلقى هذا الاهتمام ضمن مبادره هي الاكبر في العالم لضمان الحياه الكريمه لاكثر من 60 مليون مواطن مصري. لو حضرتك تكلمنا عن المشروعات اللي بتقوم بيها مؤسسة حياة كريمة في إسنا وأرمنت، لأن احنا أشرنا عن بعض هذه المشروعات امبارح. يعني هي محافظات الصعيد بصراحة فلها نصيب كبير في مشروعات مبادرة رئاسية حياة كريمة. لو هنتكلم تحديدا على محافظة الأقصر، أنا عندي في محافظة الأقصر ما يقارب من 800 مشروع بيتم تنفيذهم في المرحلة الأولى في مركزين إسنا وأرمنت، موزعين على 34 قرية حاليا.
في المركزين. يعني ده بالاضافه كمان للتدخلات الاجتماعيه اللي يمكن كان لسه الزميله الدكتوره نجوى بتشرحها في محافظه هنا. احنا كمان عندنا تدخلات بيتم تنفيذها، تدخلات اجتماعيه بيتم تنفيذها وبيتم التوسع فيها بشكل شبه يومي عشان نقدر نوصل لكل الاسر الاولى بالرعايه على مستوى القرى والريف المصري. لو هتكلم على المشروعات، احنا هناخد مثال صغير، هو قرية السلام في مركز أرمان. بيتم تنفيذ ما يقارب من 25 مشروع داخل القرية. المشروعات كلها بتهدف لتغيير شكل القرية من الشكل النمطي المتعارف عليه لتحويلها بشكل يساعد على البيئة والمعيشة في ظل التحول للجمهورية الجديدة، يبقى كل الخدمات متوفرة للمواطنين. كمان يعني احنا عندنا القرية بيتم تنفيذ فيها مجمع خدمات حكومي نسبة تنفيذه حاليا 100%، مجمع الزراعي عشان خدمة النشاط الزراعي داخل القرية، وهو النشاط السائد داخل القرية اللي بيقوم عليه كافة المواطنين أو مجمل المواطنين داخل القرية، نسبة تنفيذه في المجمع الزراعي حاليا 95%. عندنا كمان وحدة أسعاف بيتم تنفيذها كمان داخل القرية، نسبة تنفيذها 93%. بالنسبة لشبكات المياه الشرب النظيفة من مد وتدعيم للشبكات وتغيير خطوط، تم تنفيذ يعني المشروعات الخاصة بمياه الشرب بنسبة 100% داخل القرية. كمان يعني معظم المشروعات اللي بتتم حاليا تتخطى نسبة إنجازها 70 و75% على مستوى المركزين. ده بالإضافة كمان إلى عدد يقارب 300 مشروع تم الانتهاء من تنفيذهم بنسبة 100%. لو التأكيد على الناحية الاهتمام بالناحية الاجتماعية والإنسانية للمواطن والحياة الكريمة فعلا كما يعني تحمل اسم المبادرة، من المشروعات دي مشروعات السكن الكريم والعمارات وما تم أو يتم الآن في محافظة الأقصر، إيه اللي تفاصيله وإيه اللي تم فيه حتى الآن؟ طيب، هو ملف السكن الكريم ده كان من أحد الملفات الهامة اللي بتشتغل عليه المبادرة بشكل أساسي. بالفعل احنا تم رصد ما يقارب 12,000 منزل من ضمن المنازل اللي مستهدفة لإعادة الإعمار في القرى لأنها تكون بشكل آدمي ومنازل آدمية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك كمان بيتم تنفيذ مجمعات سكنية بيقوم تنفيذها الحكومة حاليا. احنا عندنا داخل المبادرة بيتم تنفيذ 27 عمارة سكنية لخدمة برضو القرى اللي هي محتاجة يكون فيها تجمعات سكنية لصعوبة إعادة إعمار المنازل المتواجدة في وضعها الحالي. يعني احنا بنشتغل دلوقتي في المجمعات السكنية، نسبة تنفيذ تقترب من 40 و50% في بعض المناطق. فالنقطة دي مهمة جدا. إلى جانب ده كمان بيتم رصد أي استغاثات أو يعني مناشدات خاصة بحالات قد تكون مثلا تضررت من حرائق. يعني أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة حال يعني من حوالي ساعة كده كان في أحد المتطوعين من فريق حياة كريمة بيرصد حالة تم رصدها طلب استغاثة أو مناشدة لأنها تضررت من أحد الحرائق، وبالفعل توجه لها المتطوع ورصد المنزل وبيتم رفع تقرير وضع يعني قراءة شاملة للموقف بتاع الحالة عشان يتم تحديد التدخل الأساسي والضروري للحالة بشكل سريع. نعم، ودي نسبة التنفيذ الطبيعية اللي موجودة لما بيتكلم عن عمارات وعن ناحية سكنية بيصل ليها الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودخول الغاز والمياه وما إلى ذلك. طيب، لو بشكل عام حضرتك ذكرت انه مراكز الشباب، وحدة الإسعاف، المجمعات الخدمية، ايضا لو في الفترة القادمة ايه اللي قرب ويعني اوشك على الانتهاء، المشروعات الصرف الصحي الهامة، معالجة المياه، وانا عارف ان ده بيبقى جزء كبير من مطالبات المواطن ليس فقط في الصعيد، في اماكن كتيرة وقرى تحتاج ذلك. لو نطمن عن الفترة القادمة ان شاء الله في كل هذه الخدمات، هنقول الخدمات الأساسية. احنا ان شاء الله فيما يقارب ال 100 مشروع مستهدف يعني الانتهاء من عمليات التسليم الخاصه بيهم خلال شهر من الان باذن الله. يعني هيبقى متبقي معنا بس يعني عدد من المشروعات الخاصه بمحطات الصرف الصحي، لان المتعارف ان محطات الصرف الصحي بيبقى فيها جزء مدني وجزء كهروميكانيك وتركيبات، فالجزء ده وبتبقى مترتبه على بعضها لانها يعني شبكه، فلازم يعني يتم انتهاء كافه المحطات الخاصه بالرف لتشغيل الشبكات الخاصه بالصرف الصحي. فاحنا بنتكلم يعني على المشروعات بالفعل يعني نسب انجازها
خلاص يعني احنا بنتكلم على هنتكلم على تشغيل كمان المشروعات دي، مش هنتكلم على التنفيذ كمان. النقطه الاخيره كمان ان احنا حاليا بالتوازي مع ده بيتم التجهيز والاعداد للمرحله القادمه للمراكز المستهدف دخولها المرحله القادمه، وبالفعل بيتم رصد الاحتياجات و يعني تحديد المشروعات اللي مطلوبه واللي هتخدم اهالينا في المراكز المستهدف دخولها المرحله الثانيه. نشكرك طبعا على كل هذا التقرير الوافي عن كل هذه المشروعات، الأستاذ محمود صادق منسق حياة كريمة بالأقصر، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ولازلنا موجودين في الصعيد، ومن القنا لأسوان أو من قنا للأقصر لأسوان هنتعرف على حاجات كتيرة هنتكلم عنها، ومنها طبعا القوافل الطبية. الناحية الطبية من النواحي الأساسية اللي احنا بنحب نتكلم عليها، لأن بتصل للمواطن وبيشعر بيها المواطن بشكل كبير، ودي حاجة من الحاجات الهامة جدا. في أسوان قرية المضيق من القرى اللي راحت ليها قافلة طبية هامة بيها تخصصات عديدة، خلينا نتعرف على هذه القافلة الطبية ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. احنا النهارده بننفذ القافله الطبيه في قريه المضيق التابعه لمركز كومومبو، بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين. فكره القوافل الطبيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل. المستشفى الميداني احنا النهارده بننفذ القافله نضم 10 تخصصات طبيه مختلفه، معانا صيدليه فيها اكثر من 130 صنف، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمه الاشعه العاديه، معانا خدمه الاشعه التلفزيونيه. زي ما قلنا لحضراتكم هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل، الكشف والعلاج بالمجان، بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص، لو محتاج علاج دوائي بيتم صرفه هنا من القافلة بالمجان، لو محتاج تدخل سنوي، محتاج أشعة مقطعية، محتاج أشعة رنين، محتاج إجراء عملية جراحية، أو إذا كان من أمراض من أصحاب الأمراض المزمنة بنحوله لأقرب مستشفى تابع لمدير الشؤون الصحية محافظة أسوان، ونستقبل باقي الإجراءات ونستصدر قرار علاج على نفق الدولة للحصول على الخدمة كلها كاملة متكملة، سواء تدخل جراحي أو قرار علاج شهري على نفق الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة. زي ما قلت لحضراتكم احنا بننفذ القافلة الطبية في قرية المضيق على مدار يومين. خدمة القوافل الطبية بتطلقها وزارة الصحة في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا. وكما ذكرنا القوافل الطبية هي من أهم الخدمات التي يشعر بها المواطن. وإن تحدثنا مرة أخرى، هذه الحلقة كانت مخصصة للصعيد، قنا والأقصر وأسوان، وتحدثنا عن كل الخدمات، خدمات إنسانية، خدمات اجتماعية، خدمات البنية التحتية والخدمات الطبية. وستستمر المبادرة وستستمر حياة كريمة إن شاء الله في كل المحافظات، ونكون مع حضراتكم دائما في إكسترا نيوز وحلقة جديدة من حلقات برنامج المبادرة. أنا عايش أحلامه وما فيش حاجة توقف قدامه، مش شايف أنا في الدنيا دي قدي، واخد كل حياتي تحدي. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم أؤكد لكم إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان أنا واحد من ملايين أحلام عمرنا تعيش بسنين، هنشق طريقنا مع بعضينا، لمتنا هي لا تحمينا. من ظهري أنا مصري طبعاً.